في تطبيق جميل اسمه سيم لاب في ار فيور، وده بيشتغل في ار واي ار. مثلا الكورس دوت تقدر تشوفه 3D او تقدر تشوفه اي ار. انا اقول له دلوقتي اي ار، فبقى موجود اهوت. مجرد بقى ان انا اختار هيبقى موجود في اي نقطه، يبدأ يحمل لي الكرسي بالشكل دوت. فده ممتاز بحيث لو انت عندك اي عنصر 3D تقدر ان انت تحمله على البرنامج، وتقدر ان انت تشوفه بالشكل دوت، وتقدر تشوفه 3D بالشكل دوت. كل عناصر الفرنتشر اللي ممكن تكون محتاجها في المبنى بتاعك. فقبل ما تشتري الحاجة ممكن تطبقها على المكان اللي انت فيه وتشوفها هيشتغل معاك ولا لا. زي ما انت شايف في مثلا كيتشن ديزاين، في حاجات خاصة بالتشريح جسم الانسان، في بريزنتيشن، في ووتر بامب، في حاجات كتيرة جدا. وتقدر انت تحمل حاجات خاصة بيك، لان التطبيق دوت موجود على الموبايل، بنقدر نعمل بيه اشكال جميلة جدا، وان شاء الله يعجبكم.